المباراة كانت فيها أكثر رجولية من ناحية اللاعبين ديال أولمبيك مراكش، لأنه كيف تتعرفوا أنه كان تيخصنا واحد 3 ولا 4 اللعابة الرسميين، منهم كامارا، منهم بالديدار، منهم واحد العدد ديال الدراري. ولكن على العموم رغم أن الفريق الخصم كان تيمتاز من ناحية ديال اللياقة البدنية ومن ناحية ديال البنية الجسمانية، ولكن اللاعبين ديال أولمبيك مراكش لعبوا برجولة، وعلى ما أظن أن البداية ديال التنظيم ديال الفريق هي هذه إن شاء الله، كان تيخص واحد الربح باش يعطي شويه المجال للتنظيم اكثر وجمع الصفوف، لانه خاصين كي قلت لك واحد 4 ولا 5 ديال العناصر الا دخلوا ان شاء الله غادي يكونوا في غادي يكون الفارق في المستوى ان شاء الله. شكرا.